السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، القصة الثانية مع علامات الساعة الصغرى، وهذه القصة التي نرويها في هذا اليوم حدثت مع شاب عاق لوالديه في إحدى القرى في مركز دكرنس محافظة الدقهلية. هذا الشاب نشأ بين 9 من البنات، ووالده رجل مجتهد أكرمه الله سبحانه وتعالى بعربة، يعني بعربية يجرها أعزكم الله، يجرها حمار. يتاجر هذا الرجل في الخضروات وفي الفواكه، وهذا عمل شريف يرضي الله سبحانه وتعالى ما دام حلالا. ولكن هذا الولد العاق الذي أتعب الوالد من المصروفات، فالوالد أدخله الحضانة صف الأول ابتدائي، 6 سنوات في الابتدائي، 3 في الإعدادي، 3 سنوات في الثانوية، وأوصله الله سبحانه وتعالى إلى كلية العلوم في المنصورة. فيوم من الأيام هذا الشاب العاق، وأكرر بأن العقوق من علامات الساعة الصغرى، وكما ذكرت في الحلقة الأولى بأن جبريل قال أخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها، يعني الحافظ ابن حجر يقول يعني يكثر عقوق الوالدين. فما من بيت من بيوت المسلمين في هذه الأيام إلا ويتألم الآباء والأمهات بسبب عقوق الأولاد. ربما الولد أو البنت يشتمون، إلا ما رحم الله، يشتمون الآباء ويشتمون الأمهات ويتطاولون عليهم، ونسوا بأن الفضل من الله ثم إلى الوالدين. فهذا الولد يعني أتعب الوالد بسبب المصروفات. يا ترى بياخذ مصروفات يجيب بها كتب؟ لا والله، ياخذ المصروفات لياتي بالمخدرات، بل وربما يصرف هذه المصروفات على الفتيات في الجامعه. وفي يوم من الايام قال للوالد اعطني، فقال الوالد يا بني لقد كبرت، يعني تجاوزت 20 سنة، حاول ان انت تساعدني في تربيه اخواتك البنات 9. فالولد على صوته على الوالد، فالوالد قال له يا ابني ارحمني لوجه الله. فما كان من الولد العاق إلا أن ذهب إلى الجامعة، ثم دخل المعمل اللي هو بيتدرب فيه في الجامعة، ثم أتى بمادة كيميائية سامة، وأتى بكمية كبيرة، ثم أتى على الوالد وهو نائم، ثم أتى بهذه المادة وضعها على الوالد وهو نائم، فسال الجلد وانصهرت العظام ومات الوالد في الحال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئ صلى الله عليه وسلم فجلس واعتدل، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال الحبيب النبي عليه السلام يكررها حتى قلنا ليته سكت. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون حتى قلنا ليته سكت. وكمان من الكبائر شتم الرجل والديه، إن الولد يشتم أمه أو يشتم أبوه أو يتسبب إن أمه وأبوه يتشتموا، دي من الكبائر. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه القصص نافعة لنا ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وأن يصلح بناتنا، إنه على كل شيء قدير. واعلموا بأن القصص ليست للتسلية أبدا، بل يقول الله سبحانه وتعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله يرضينا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.